حاسه بفرح شديد طبعا. ما كناش مصدقين ان احنا نتخرج واخيرا هنتخرج ومفيش حاجه احسن من كده يعني. طبعا بدأ التفكير في إنشاء هذه الجامعة من الحكومة المصرية منذ أكثر من 10 سنوات لتكون جامعة أهلية لا تهدف إلى ذكر، تتخصص في التكنولوجيا المتقدمة وتبدأ بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بهذا القطاع. في الحقيقة إنها منظومة تعليمية متكاملة ورسالة تنويرية حديثة شاملة. اليوم لحظة فارقة في تاريخ جامعة النيل، حيث نحتفل بعودة الجامعة إلى مقرها بالشيخ زايد، ونحتفل بتخريج عدد متميز من شباب مصر الواعي لأول مرة منذ تخريج دفعة عام 2010 في هذا المقر. إبراهيم محمد رئيس مجلس الوزراء. أشكركم على دعوتي، لأنها الحقيقة دعوة أسعدتني كثيرا أن أشارككم فرحتي. والحقيقة واحد سعيد هذا الأسبوع، ولدت بالأمل والإصرار وحملت الوضع كثيراً. الأسبوع ده كان هناك شهدت تخريج عدد من إخواتكم في كليات العسكرية، سواء في البحرية أو في الطيران أو في الدفاع الجوي أو في كلية الحربية. والحقيقة شفت المستوى الرائع، اطمنت على مصر بشباب مصر وانهم هيحموا مصر. ممدوح حسام عبد المجيد، ماستر اوف ساينس مايكرو الكترونكس. احمد محمد سعيد، ماستر اوف ساينس انستركشن انجينيرنج.